الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. مدبولي يؤكد أن الدولة تهدف لتكوين مصر لمركز عالمي إقليمي عبر منظومة موانئ حديثة. الحكومة العراقية تعلن اتفاق المجتمعين بالحوار الوطني على استمرار الحوار الوطني وإيقاف كل أشكال التصعيد. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع سمر الزهيري. أهلا بك سمر. أهلا بك إنجي، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. هذا وتقدم الرئيس بالشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه. هذا وتقدم طارق عامر بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي. صرح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة تهدف إلى أن تكون مصر مركزا إقليميا عالميا من خلال منظومة موانئ حديثة يتم تطويرها، مشيرا في تصريحات عقب جولته بمحافظة الإسكندرية إلى توجيهات الرئيس السيسي بميكنة الخدمات في الموانئ المصرية، ومضيفا أنه تم إنشاء معمل لفحص الحاوية بجانب المشروع العملاق لإنشاء مجموعة أرصفة. اللي بيحصل فيها التخليص للجمركي والإجراءات والفحص والمعامل والإجراءات البيروقراطية الرهيبة اللي كانت تبقى موجودة. احنا توجيه سيادة الرئيس كان دخول بالميكنة الكاملة لهذا الموضوع. فالحقيقة اللي اتعمل منظومة بكل المقاييس، منظومة بتنقل المواني المصرية لنقلة تانية خالص وتبقى كافية لل 30-40 سنة اللي قدام. يعني أنا عايز أدي بس حضراتكم مثل، احنا أنشأنا في مواني الدخيلة واسكندرية مجموعة مباني وحضركم تفقدتوها معانا المعامل المركزية الجديدة. ابتدينا نعمل تطوير كامل، بقى توجيه سيادة الرئيس في كل ميناء من المواني الرئيسية مجمع المعامل اللي حضركم شفتوه وتفقدناه مع بعض، بحيث ما فيش حاجة تنتقل ولا تخرج ولا الكلام ده كله. اتعمل مبنى يمكن حضركم يعني خدتوا بالكم زورناه، مبنى صغير كده، ده اللي هو بقت اللجنة بنجمع فيه كل الجهات اللي عايزة تفحص الحاوية. بدل ما كان كل واحد بيفحصها في يوم، لا هم كلهم بيتجمعوا، الحاوية بتنزل تتفحص في وقت واحد وتطلع بها الإجراءات علشان نخلص. وكشف مدبولي أن أكبر شركات الشحن والحاويات في العالم تتسارع لتوقيع اتفاقيات مع مصر بهدف استغلال أرصفة الموانئ بسبب موقع البلاد الاستراتيجي. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز إقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس أدي لحضراتكم، وإنت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، أكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية، ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت أنها تبقى موجودة في مصر. وقعت القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة خريجي الكلية البحرية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وذلك عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة. وأكد اللواء بحري أشرف إبراهيم قائد القوات البحرية خلال مراسم توقيع البروتوكول أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي والعلوم البحرية، لتظل القوات البحرية دائما قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.
أعلنت وزارة الداخلية أن مراكز الإصلاح والتأهيل في قمصة والقناطر الخيرية استقبلت وفودا من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. المزيد في التقرير التالي. مع ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، توالت زيارات المنظمات الحقوقية لتلك المراكز للاطلاع على أوضاع النزلاء الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل قمصة مؤخراً وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة مرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء، وفي المقدمة منها الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال المركز الطبي المطور الموجود به. الرعاية الصحية دايما بنشوفها كل مرة بتتقدم بأعلى مستوى موجود بما فيها يعني حالات الطوارئ. النهاردة شفنا حالة طوارئ نزيل، مجرد ان هو جاله ألام في الصدر توجه فورا في خلال وقت قصير ان هو اتجه وعمل رسم قلب واتعملت له كل الفحوصات اللازمة. حقيقي اللي احنا بنشوفه النهاردة هو جزء أساسي من تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس في سبتمبر 2021. احنا نقدر ان احنا من خلال الزيارات والمتابعات نقدر ان احنا نلمس ان هناك مؤشرات حقيقية على وجود تغير للأفضل. وحرص الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والثقافية والسلوكية والتأهيلية، حيث تطبق برامج تأهيلية متطورة لتصحيح المسارات الفكرية للنزلاء وإكسابهم مهارات حرفية تسهم في دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، ويشرف على تنفيذها خبراء ومختصون كما شاهدوا منتجات النزلاء. واستمرارا لزيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل، قام وفد من المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل القناطر النساء، شاهدوا مرافقه ومنشآته وبرامج الإصلاح والتأهيل. بحيي وزارة الداخلية، بحيي قطاع الحماية المجتمعية على التركيز النهاردة على العدالة الإصلاحية. الرؤية اللي بتحكم العمل في هذا المركز روح إصلاحية بامتياز، بتسلحهم بمهارات هتساعد النساء دول إنهم لما يخرجوا هتبقى في إيدها حرفة أو مهنة أو صنعة تمكنها أنها تبني لنفسها حياة كريمة. وزارة الداخلية تسير بخطى ثابتة نحو إلغاء المفهوم القديم حول السجون، وبالفعل تحولت السجون إلى مراكز إصلاح من شأنها أن توفر لكافة النزلاء التمتع بحقوقهم سواء الصحية أو الاجتماعية أو الرياضية. في تطور كبير بيحصل في مراعاة لكل الظروف الخاصة بهؤلاء النزلاء، في تأهيل تعليمي شفناه، في فصول لمحو الأمية. وأشاد الوفد بكافة التجهيزات الموجودة التي تسهم في توفير الرعاية للنزلاء وتأهيلهن وفقا لمعايير حقوق الإنسان. مبهورة الآن باللي أنا بشوفه بالتغييرات، أنا بشوف أنها مهمة جدا وأنها فعلا بتجعل النزيل أنه جزء يندمج من المجتمع. خلال الزيارة شفنا قد إيه في اهتمام طبي بالأطفال الرضع من وقت ما بيتولد لحد الوقت اللي مسموح له بيه حسب القانون، تأكدنا من توافر كل أنواع التطعيمات للأطفال وشفنا الشهادات الطبية بتاعة الأمهات والأطفال. وتأتي تلك الزيارات ضمن زيارات مكثفة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ما تقدمه من رعاية وبرامج إصلاحية للنزلاء تتناسب مع معايير حقوق الإنسان وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة
من ضبط 481 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 145 طن ونصف طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 709 قضايا، من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و 121 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 101 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. أعلن وزير التعليم العالي محمد أيمن عاشور نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للقبول بالجامعات، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطب البشري بلغ 91.6%، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية السياسة والاقتصاد نسبة 82.92%. الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، شعبة العلوم الحد الأدنى 365 درجة فأكثر تقريبا 89.02. شعبة الرياضيات 341 درجة فأكثر 83.17%. الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51%. هنبتدي نشوف الحدود الدنيا اللي قبلتها تم القبول الطلاب في الكليات المختلفة التخصصات المختلفة. هنبتدي بالشعبة العلمية، الكلية كلية الطب البشري الحد الأدنى للقبول 375.6 درجة بنسبة 91.6. طب الأسنان 374.5 درجة بنسبة مئوية 91.34%. العلاج الطبيعي 372 درجة بنسبة 90.73%. الصيدلة 369 درجة بنسبة 90%. الهندسة 343 درجة بنسبة 83.65%. وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ غدا بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، موضحا أنها تستمر حتى يوم الاثنين المقبل وتستقبل أكثر من 269 ألف طالب بحد أدنى 60% للشعبة العلمية و 58.5% للشعبة الأدبية. لو ابتدينا بشعبة علوم الطب البيطري في أماكن شغلة للطلاب لأولادنا، التمريض، العلوم، الزراعة، طبعا الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، ألسن والآثار والإعلام، وطبعا باقي الكليات النظرية اللي بتسمح بأن تخصص العلوم يلتحق بها. أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فالكليات المتاح فيها أماكن لأولادنا في المرحلة الثانية طبعاً كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، تخطيط العمراني، فنون جميل عمارة، وطبعاً الجامعات التكنولوجية والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية، وبرضو باقي الكليات النظرية التي تسمح لأولادنا في شعبة الرياضيات بالالتحاق فيها. أخيراً الشعبة الأدبية، الكليات اللي هي فيها أماكن شغرة في المرحلة الجاية إن شاء الله، كليات التربية والأداب بنظاميها والحقوق بنظاميها، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الخدمات خدمة الاجتماعية.
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء مدعومة بعملية شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 678 مليارا و845 مليون جنيه. هذا وصعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.18%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.55%. أصدرت الكنيسة القبطية بيانا بخصوص حادث كنيسة القديس الأنبا بشوي بالمنيا الجديدة، مبينة أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة تم التوصل إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل من غير قصد منهما. وقال بيان الكنيسة أن النيابة العامة استدعت الطفلين وأسرتيهما وتم سؤالهما وأقرا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات. وأضاف البيان أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، ما أسهم في إجلاء حقيقة الحادث. وإلى شأن تونسي، حيث أعربت مصر عن خالص التهنئة إلى تونس الشقيقة بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد وفقا لنتيجة التصويت المعلن عنها، الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد. هذا وأكدت مصر مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما. أكد مجلس الوزراء العراقي أن اجتماع الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية الذي عقد بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد ضرورة إيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه. وأشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات. كما اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني وإيقاف كل أشكال التصعيد، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة. حذر وزير الداخلية الأوكراني الأربعاء من أن على كييف أن تستعد لجميع السيناريوهات في محطة زابوريجيا النووية. جاء ذلك خلال قيام الوزير بزيارة لمدينة زابوريجيا الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا من المنشأة النووية لحضور تدريبات على الإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث نووي. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أنه من الضروري السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والخاضعة للسيطرة العسكرية الروسية. وصرح ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل بأن مصادرة روسيا للمحطة تشكل تهديدا خطيرا لسلامة وأمن هذه المنشأة وتزيد من مخاطر وقوع حادث أو حادث نووي تحديدا، مؤكدا ضرورة ضمان انسحاب جميع القوات الروسية.
يواصل الجيش الروسي إعادة بناء المنازل في مدينة ماريوبول، وذلك بعد تضررها جراء المعارك بين روسيا وأوكرانيا. هذا وأعلن الجيش الانتهاء من إعمار أول مبنيين سكنيين في الأول من سبتمبر المقبل. قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن السفن التي تنقل الحبوب من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرة كييف تتجه إلى دول ليست معرضة لخطر المجاعة. وأضاف أوليانوف أنه من أصل 21 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية مؤخرا لم تتجه إلا واحدة فقط إلى إفريقيا، وذهب الباقي إلى بلدان ليست مهددة بخطر المجاعة. تتوقع هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية وصول 5 سفن شحن جافة أخرى وتحملها بالحبوب للتصدير. هذا وأكد رئيس الهيئة ضرورة الحفاظ على تلك الوتيرة للوصول إلى حجم شحن شهري يزيد عن 3 ملايين طن بكثافة تبلغ حوالي 100 سفينة شهريا. هذا وذكرت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن أكبر قافلة من 5 سفن قد غادرت الموانئ في 26 من أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تصل القافلة نفسها اليوم لتحميلها بأكثر من 70,000 طن من القمح وزيت عباد الشمس والذرة. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled the global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفض إلى 461,160,000. كما أوضحت الإدارة أن صادرات النفط في البلاد ارتفعت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات، مشيرة إلى أن صافي واردات البلاد من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات، بينما هبطت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2021. دعا رئيس لجنة الطاقة في البوندستاج الألماني كلاوس إرنست إلى عودة التفاوض مع روسيا بشأن خط أنابيب نورد ستريم 2. جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة ألمانية، حيث أعلن إرنست أن العقوبات ضد موسكو كانت خطأ فادحا، مؤكدا على أنه لا مفر من حدوث ركود كبير وتهديد لإمدادات الطاقة في ألمانيا. قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك هيثم الغيث أن المنظمة لديها علاقة قوية مع موسكو، مشددا على أنها تسعى دائما إلى فصل السياسة عن أهدافها لتحقيق استقرار السوق. جاء ذلك ردا على سؤال حول تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ودور منظمة أوبك بلس، حيث شدد الغيث على أن التعاون مع روسيا لا يقتصر على هذا الشكل، مشيرا إلى أن هناك حوار مستمر بين المنظمة وبين روسيا. وكان الأمين العام الجديد لأوبك قد أوضح في وقت سابق أن المنظمة ليست مسؤولة عن ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للنقص المزمن في الاستثمار في صناعة النفط والغاز. وكانت أسعار النفط قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف متجددة من الركود العالمي وتراجع التوقعات على الطلب العالمي.
يواصل التضخم في أوروبا الارتفاع، حيث سجل التضخم في شهر يوليو الماضي أرقاما مرتفعة. لمزيد من التفاصيل نتابع التالي. قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% على أساس سنوي في يوليو الماضي، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 9.8%، ليظل مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود. وكان معدل التضخم البريطاني في يونيو الماضي قد بلغ 9.4%، مدفوعاً بارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء. أعلنت الولايات المتحدة تخصيص أكثر من 68 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك لشراء ما يصل إلى 150 ألف طن متري من القمح الأوكراني ونقله وتخزينه للمساعدة في معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جميع دول العالم إلى زيادة مساعدتها الإنسانية والإنمائية دعما لجهود الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات تيسيرية للتجارة، مثل رفع قيود التصدير لدعم التدفق الحر للسلع المصنعة والسلع الزراعية. صعدت العملة الروسية مقابل العملتين الأوروبية والأمريكية في تعاملات اليوم، حيث جرى تداول اليورو عند مستوى 61 روبل للمرة الأولى منذ أسبوع. ووفقا لتداولات بورصة موسكو، فقد تراجع سعر صرف الدولار بواقع 50 كوبيكا إلى 60 روبل و40 كوبيكا، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 61 روبل و14 كوبيكا. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الصين تعاملت بطريقة عدوانية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب لتايوان. وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن لاحظت تعزيزا في العلاقات بين الصين وروسيا، وأن هذا أمر مثير للقلق. كما قال برايس أن الصين تهدد الأمن والاستقرار في مضيق تايوان.
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين تقدر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، واعتبرها تجسيدا للمستوى الرفيع من التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، فضلا عن إظهار الدعم المتبادل الثابت والمستدام بين البلدين. وأوضح المتحدث الصيني أن أكثر من 170 دولة أعربت عن رأيها بشأن الزيارة، مؤكدين التزامهم بمبدأ الصين الواحدة ودعم جهود الصين في حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، ومضيفا أن بكين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة بشكل مشترك لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم. أدانت تايوان ما وصفتها بالاستفزازات العسكرية المستمرة من جانب الصين حول بحر تايوان، مؤكدة أنها تقوض السلام الإقليمي. وقالت تايوان إنها تحافظ على استعدادها القتالي لمواجهة أي تهديدات، وذلك في الوقت الذي تجرى فيه تدريبات عسكرية بتزامن مع مناورات عسكرية صينية حول الجزيرة. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في روسيا بمشاركة الهند وبيلاروس ودول أخرى، مضيفة أن بكين ستشارك في هذا التدريب لتعزيز التعاون مع جيوش تلك الدول. وعلقت الدفاع الصينية بأنه لا علاقة بالمشاركة الصينية في التدريبات بالوضع الإقليمي والدولي الحالي. وكان الجيش الصيني قد أكمل الأسبوع الماضي مهامه في تدريبه العسكري بالقرب من تايوان. تعهد الرئيس الكيني المنتخب ويليام روتو بمحاربة الفساد في بلاده، مؤكدا أنه لن يرضخ لأي تهديدات أو ابتزاز. وقال روتو بعد يومين من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الجاري، قال إن حكومته المستقبلية ستدافع لتلبية التوقعات الهائلة للشعب الكيني. تصريحات روتو جاءت عقب إعلان المعارض الكيني رايلا أودينغا رفض النتائج المعلنة والسعي للطعن فيها. أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن السفارة الروسية توجهت إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مطالبة إياهما بإصدار تأشيرة دخول على الفور لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأعضاء الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشارك لافروف نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في سبتمبر المقبل. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام على اتصال مكثف مع موسكو وواشنطن بهدف إصدار تأشيرات للوفد الروسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الشهر المقبل. وقال نائب المتحدث الأممي إن الأمين العام سيواصل العمل من أجل إيجاد حلول تضمن الأداء الفعال للأمم المتحدة. أكدت كوسوفو أن القرار المزمع تنفيذه بشأن استمارة دخول وخروج مواطني صربيا وتحويل لوحات السيارات إلى لوحات قانونية هو قرار شرعي ويتماشى مع القانون. هذا وطالب وزير الشؤون الداخلية في كوسوفو المؤسسات الأمنية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين حرية التنقل وتأمين حياة مواطني كوسوفو وتأمين البنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن مؤسسات كوسوفو قادرة على تنفيذ القرار بأفضل طريقة ممكنة. وكانت كوسوفو قد أرجأت منذ بداية أغسطس الجاري تنفيذ القواعد الجديدة لمدة شهر بعد التشاور مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية لستروس إنها لن تقبل أي تغييرات على بروتوكول أيرلندا الشمالية إذا تم تعيينها رئيسة للوزراء.
ولدى سؤالها خلال فعالية في أيرلندا الشمالية عما إذا كانت ستقبل حلا وسطا إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعود بمقترحات جديدة بشأن البروتوكول، قالت تراس إنها لن تقبل أي شيء لا يفي بالقضايا الرئيسية. حذرت فرنسا من موجة شبه مؤكدة من فيروس كورونا في فصل الخريف، وقالت رئيسة لجنة مراقبة وتوقع المخاطر الصحية في باريس أن هناك عودة محتملة لتفشي وباء كورونا بعد شهرين من الهدوء، مشيرة إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو وصول الوباء لذروته بداية العام الدراسي. قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدة في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر بعد عطلة نهاية الأسبوع، وسط استمرار انتشار السلالة الشديدة العدوى المتفرعة من متحور أوميكرون. هذا بينما أكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ما مجموعه أكثر من 180,803 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بما فيها 567 إصابة من الخارج، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 21 مليون إصابة. سجلت اليابان أكثر من 231 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس إلى أكثر من 16 مليون. ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم أيضا تسجيل 286 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 36 ألف حالة. في ظل استمرار تفشي وباء كورونا، تسابق شركات الأدوية العالمية الزمن لابتكار لقاحات تقاوم المرض. لمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا حول العالم وتسجيل معدلات إصابات قياسية يوميا بسبب ظهور متحورات فرعية جديدة من الفيروس تقاوم بعض اللقاحات، تم الإعلان عن ابتكار جيل جديد من اللقاحات تقاوم المتحورات عرفت بالجيل الثاني من لقاح كورونا. اللقاح الجديد يعمل على مواجهة نوعين من العدوى، لذلك يعرف بثنائي الهدف، إذ يستهدف لقاح الجيل الثاني السلالة الأصلية من فيروس كورونا وكذلك المتحور أوميكرون، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين، الذي أفاد بأن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح الجديد يمنح مناعة قوية ضد المتحور أوميكرون BA.1 والسلالة الأصلية من كورونا. وأضاف رين أن الجيل الأول من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كانت تستخدم لتزويد الناس بالحماية الضرورية من المرض، أما الجيل الثاني فيساعد على الحماية من المرض في الوقت الذي يتطور فيه الفيروس. وكانت شركات الأدوية العالمية مثل فايزر وموديرنا بدأت العمل على تطوير اللقاح منذ ظهور المتحور أوميكرون الذي أصبح مهيمنا على العالم. من جانبها أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تجيز الجيل الجديد من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، حيث أعلنت السلطات البريطانية أن اللقاح سيكون متوفرا لمن هم فوق 18 عاما في الخريف، بينما قال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي إنه سيتم الاتصال بالمؤهلين لأخذ اللقاح اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل. اندلع حريق هائل في أحد جسور السكك الحديدية بوسط العاصمة البريطانية لندن، وقالت فرقة الإطفاء في المملكة المتحدة إن نحو 70 من رجالها يكافحون الحريق،
الذي تسبب في توقف القطارات بالعاصمة وإخلاء العديد من المباني القريبة من الحادث. تسببت سفينة في غلق الممر المائي بنهر راين في ألمانيا عقب تعطل محركها، ما أدى إلى تكدس حركة مرور السفن بمجرى النهر. هذا وقالت السلطات الأمنية إن نحو 20 سفينة عالقة في حركة المرور على طول نحو الراين أو نهر الراين بألمانيا، حيث أدى انخفاض منسوب المياه إلى إعاقة الشحن. تستعد الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء الأمريكي ناسا لإطلاق صاروخها العملاق أرتميس 1 إلى القمر. اختبر مهندسو مركز كندي للفضاء هذا الصاروخ لأشهر قبل أن ينطلق من أجل مهمته القمرية المخطط لها في أواخر أغسطس. قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتعازي إلى عائلات الضحايا الذين قضوا بسبب الحرائق التي تشهدها بعض الولايات شرقي البلاد. وكانت سلطات الحماية المدنية بالجزائر قد أعلنت مصرع وإصابة العشرات في حرائق ببعض المناطق بالبلاد. تسبب الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة الذي تشهده تونس والذي وصل إلى 50 درجة مئوية في الظل في اندلاع حرائق بالعديد من الولايات التونسية. وتسعى فرق الحماية المدنية بمساعدة الجيش الوطني التونسي لمنع انتشار وإخماد الحرائق التي اندلعت بولايات غريانة وجندوبة والقيروان والعديد من المناطق الأخرى. كما تسببت درجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها تونس في انقطاع الكهرباء عند العديد من المناطق. وفي إسبانيا يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق شرقي البلاد، حيث أعلنت السلطات إجلاء سكان منطقة بيجس بسبب الحرائق. وأظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء يجبرون على الفرار من ألسنة اللهب، حيث تم استدعاء أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية لمساعدة رجال الإطفاء المحليين في مكافحة الحرائق في المنطقة. تستمر حالة التعبئة العامة لسلطات الإنقاذ في وسط البرتغال للسيطرة على حريق اندلع منذ 6 أغسطس في متنزه طبيعي. وأكد قائد الحماية المدنية خلال إيجاز صحفي أن أكثر من 1200 رجل إطفاء عملوا بجهد مع 400 مركبة في انتظار تدخل وسائل الإطفاء الجوية لمحاولة حصر الحريق والسيطرة عليه بحلول الجمعة قبل ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.
شهدت عدة مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية، وحذرت سلطات الدفاع المدني في المملكة من استمرار هطول الأمطار بشدة لمدة 5 أيام بداية من الأربعاء وحتى الأحد المقبل. تعرضت المملكة المتحدة لأمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق من بينها العاصمة لندن بعد أسابيع من موجة الحر والجفاف. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرا بمستوى اللون الأصفر من عاصفة رعدية تشمل معظم جنوب شرقي البلاد، متوقعة أن تشكل الفيضانات خطرا على حياة المواطنين. ضربت عاصفة عنيفة العاصمة الفرنسية، وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى تعطيل محطات المترو وخطوط القطارات الرئيسية وحركة المرور. ويقول مسؤولون إن هطول الأمطار وضع حدا لأسابيع من موجة الحر التاريخية التي تركت معظم أنحاء فرنسا جافة وأنهارا جافة وعشرات القرى بدون مياه جارية. هذا وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية عن حالة تأهب في 13 منطقة بسبب تحذيرات من هبوب عواصف رعدية شديدة على سواحل النورماندي وبادوكالي. تكون عمود مائي هوائي قبالة أحد الشواطئ بولاية فلوريدا الأمريكية ما تسبب في إخلاء الشاطئ من جميع الرواد. والعمود المائي الهوائي هو شكل من الظواهر الطبيعية أقل في حجمها من الإعصار، وهو عبارة عن خليط من الهواء والمياه على شكل كتلة سحابية عمودية دوامية تتكون فوق بحيرة أو محيط. وتتكون هذه الظواهر الطبيعية غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة. بهذا نختتم نشرتنا مشاهدينا، دعونا نذكركم بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. مدبولي يؤكد أن الدولة تهدف لتكون مصر مركزا إقليميا عالميا عبر منظومة موانئ حديثة. والحكومة العراقية تعلن اتفاق المجتمعين بالحوار الوطني على استمرار الحوار وإيقاف كل أشكال التصعيد. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدم هذه الجولة الإخبارية لحضراتكم الزميلة إنجي طاهر، وهذه تحياتي أنا سمر الزهيري. إلى اللقاء.